في أواخر الستينيات من القرن الماضي، أخذت في قضايا التعبيرات، فكان أول سياسيين مقبولين يطرحوا قضية المنطقة الأمراض السيادية في قمة البرلمان. من ضمن هذا اللقاء اللي هو لقاء الوفاء لمناضل أعطى الكثير من حياته ومن يعني صحته من أجل الوطن، أعطى في النضال منذ نعومة أظافره من أجل الاستقلال ديال المغرب من نير الاستعمار الفرنسي والإسباني، وربط هذا النضال في المقاومة وجيش التحرير ما بين الجنوب المغربي من الصحراء من سوس الكبيرة إلى الصحراء إلى نوادي في موريتانيا، ربط كل ذلك مع المقاومة والعمل الفدائي في الدار البيضاء في وسط المغرب وغيره وفي الشمال في الريف إلى آخره. هذا يتميز بهذه الحركة الكبيرة. وطبعا ملي تنفل الجزائر يعني وبقى باسم حركي خالد عبد الله في الجزائر، وبقى السيد يعني بقى في سباقته مناضل حقيقي ديمقراطي، وربط الاتصال بعديد من الـ من الـ من الـ من الـ الهيئات التنظيمات اليسارية في الجزائر وفي المشرق وفي المغرب الكبير، ربط معهم العلاقات لأجل التحرر ولأجل بناء المغرب الكبير. وبالنسبة للقضية الوطنية، القضية الوطنية كان بن سعيد يتميز، وقلنا قالوها كاع الشهادات، بن سعيد كيشوف أن القضية الوطنية تحرير الصحراء وباقي الجزر وباقي الطغور هي ضمن يعني النضال من أجل التغيير الديمقراطي في المغرب. لذلك اختلف مع بعض القيادات الأخرى وبقي يعني ينادي بمغربية الصحراء ويناضل من أجلها، وبادر إلى تنظيم ندوة دولية حول الصحراء بحضور الأحزاب الجزائرية اليسارية وبما فيه جبهة البوليزاريو كان وأحزاب يسارية أيضا في الخارج سواء في المشرق أو في أوروبا، باش تكون هذه الندوة الدولية يكون حوار مباشر مع المواطنين مع جبلها ومع غيرهم باش تدار هذا الحل لهذا النزاع المفتعل في إطار المغرب الكبير. وهذا هو الرأي بن سعيد في هذا الشيء. والرأي بن سعيد أيضا رجل ديمقراطي يؤمن بالمساواة ويمارسها، مساواة بين الجنسين، ويمارس يعني ما يؤمن به يمارسه. والشكر موصول لأصحاب المغادرة وفرع الحزب الاشتراكي الموحد على مستوى اقليم عمل استراتيجية التمرة. واعتقد ان هذه المبادرة اتت في وقتها لان الامر يتعلق بحد اهرامات الحركة الوطنية الديمقراطية في المغرب وغضو جيش تحرير والذي كان يختزن ذاكرة كبرى من تطور العمل السياسي في عديد من تجلياته ومظاهره، سواء الامر المتعلق ب الشق التحرري أو الإصلاحي أو الذي كان يتبنى مطالب من أجل أن يلج المغرب مجتمع العدالة والديمقراطية والحرية والمساواة الفعلية. إن الأمر يتعلق طبعا بالمرحوم محمد بن سعيد أيت الدر، الذي كما قلت سابقا له يعني علاقات متعددة مع العديد من القادة التاريخيين الذين بصموا بشكل قوي على مستوى تاريخ سياسي وديمقراطي للوطن. إذن هذه مبادرة لا يمكن لكل يعني من كان يتابع تحركات وعمل هذا الهرم السياسي المرحوم محمد بن سعيد أيت الدر إلا أن يحضرها ويزكي ويساهم ويشارك في مثل هذه الفعالية، لأنه الأمر يتعلق بإنعاش لذاكرة وطنية مهمة جدا لا بد للأجيال الحالية والمقبلة أن تستحضرها من أجل استشراف يعني مستقبل يتعلق بالوطن. جئت خصيصا من مدينة زنيت لحضور هذه الذكرى بدعوة من الحزب الاشتراكي الموحد. كان المفروض
أن أقدم الأخ محمد بن سعيد كتابي حول الجزائر حكاية عشق، كما كان لي موعد معه في الدار البيضاء في نفس الفترة التي نقل فيها إلى المستشفى. تغمد الله بن سعيد برحمته، قد جمعتني معه ذكريات نضالية سواء داخل المغرب أو خارجه، وشاركت معه فترات المنفى، قمنا بعمل سياسي كبير من أجل المغرب ومن أجل الدفاع عن قضية الوطنية. حينما رجعت إلى المغرب بقيت نفس العلاقة، وكانت لنا عدة لقاءات في عدة مناسبات بما فيها آخر لقاء تم بيني وبينه وآخر مكالمة هاتفية سأنشرها عما قريب في بعض الصحف الفرنسية. اليوم كالمناضلة والمناضلين ديال الحزب الاشتراكي الموحد كيجتمعوا في مجموعة ديال المناطق ديال المغرب باش يحتفلوا بالذكرى أو التعبين ديال الفقيه الرفيق محمد بن سعيد الجدر. يعني هذه المحطة هي محطة للتفكير وقراءة في مسار ديال الحياة ديال الفقيد ابن سعيد. عندي واحد المداخلة في هذا اللقاء وغادي نخصها لواحد المحطة مهمة ديال في المسار ديال ابن سعيد. المحطة هي تتم واستكمال لواحد العمل قام به سنة 86 فاش عرف بواحد السجن رهيب اللي هو تزمامات، وهو آنذاك نائب برلماني، وحنا في سيدي بطاش في 97 هذا العمل اللي قام به اللي دافع على الحق في الحياة ديال واحد المجموعة ديال المغاربة باش يخرجوا من ذاك السجن الرهيب. حنا في سيدي بطاش في انتخابات 1997 في 13 يونيو استكملنا هذا العمل بمحاولات إدماج أحد الناجين من هذا السجن الرهيب اللي هو عبد الله عقاو. الساكنة ديال سيدي بطاش والمناضلين والمناضلين ديال منظمة العمل الديمقراطي الشعبي آنذاك رشحوا الرفيق عبد الله عقاو اللي نجا من جحيم ذات الزمان، رشحنا في الانتخابات ديال 13 يونيو 1997 كمحاولة لإدماج هذا المواطن هذا في المجتمع المغربي كدفاع الحق ديالو في التعبير والحق ديالو في ممارسة الحقوق السياسية والمدنية ديالو. هذا هي الشهادة اللي غادي ندلي بها اليوم، واللي روح الفقيد الرحمة والغفران وبن سعيد قدوة لينا كامل. لا تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.